جاء في مسند الإمام أحمد أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما، بمعنى أنه إذا صلى لا يأتي بالركوع، وإنما من قيامه يباشر السجود. هذا على أحد الأقوال في هذا الحديث، لأن بعض العلماء قال إن معنى هذا الحديث أي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وقال بعضهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على البقاء على الإسلام ما دمت حيا، فأكون ملازما لهذا الدين. فتكون جملة أو عبارة على ألا أخر إلا قائمة نظيرها كقوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، يعني ملازما له.